السلام عليكم دكتور محسن، كلام عليكين. اليوم بدي جدا تحكيكم بموضوع مهم تالوت بمنطقة الحساسة وبيقولوا له HPV، يعني Human Papilloma Virus. هذا التالول بيصير بالرجل وبالنسا. أنا مسؤول بالرجل. هذا التالول فيه 140 لون فيه، وهذا في منين 16 و18 و51 بيسوي سرطان بالسيرفيكس بالمرأة. مشان هيك مهم، بس شفنا تالول بمنطقة الحساسة باللوكال أنستيزيا من ديبي، بدي تفهم كيف كمية ديبي لهذا. هوني تان بشوفه مسكن، هذا لوكال أنستيزيا، إبرة ناعمة هون تحت التالول منحط تم يحس. وبعدين هذا بيقولوا له إلكتروكوتير، جهاز هذا مثل كهرباء بنحركه حرك على التالول، في له عيار. هذا بنحط له الجيل، بنحطه على الإجر، وهذا مثل قلم. وهون ما شوفوا الريصين، منا كراس على التالول كبير صغير، منا قي، بنحط له هذا الراس هون، بنظبطه. يدا في هون غير لون مثل السكين تقطعه. بهالحال بنحضره. طبي مهم، تعقيم مهم، بننيم هون المريض، هون نحسبه منطقة الحساسة، بنسوي له لوكال انستيزيا، وبهذا القليل هون بنقص على الفيلوبيدار، نحرك حرك. يعني هذا الشغل بيمشي 10-15 دقة، وبنعطى على المريض بيصير مثل جرح قليل، جرح بنعطي مثل كريم، يعني بأسبوع بال90 بيصح هذا، وبال15 ما بيتمشي وفيده بيجمع. وجدا هذا HPV لازم الرجل أساسا في عنده بمنطقة الحساسة لازم يفتكر فيها، مهم، لأنه بيضرها لزوجته. وتم بخير إن شاء الله.